بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأساتذة الباحثين، إن شاء الله جميع يكونون بخير. ألتقي وياكم بفيديو آخر للمحاضرة الأولى من الدورة التدريبية الخاصة بفحص المجلات العلمية لأغراض النشر البحثي الرصين. هاي اليوم هي المحاضرة الأولى، راح تكون من سلسلة من مجموعة محاضرات عن كيفية اكتشاف المجلات المفترسة والمزيفة ومشاكل المجلات ومشاكل النشر العلمي في المجلات الأكاديمية. طبعا احنا عندنا مستوعبات عالمية تفهرس البحوث، هاي المستوعبات اللي هي مشهورة اللي هي سكوبوس أو كلاريفيت. سكوبوس موقع أو فهرس عالمية، وهذا الموقع الخاص بكلاريفيت مثل ما تلاحظون اللي هو ويب أوف ساينس، وهذا هو موقع سكوبوس. هاي المواقع تحتوي على المجلات، إن نأخذ المعلومات من عندها بخصوص مجلة معينة. المحاضرة لهذا اليوم هي تتضمن كيفية كشف المجلات المفترسة أو المزيفة. المفترسة أو المزيفة أو المختطفة، هذا المصطلح المختطفة معناها اختطاف موقع المجلة، يعني يقوم أشخاص معينون بتهكير الموقع الأصلي للمجلة، وبالتالي هم اللي راح يستلمون البحوث العلمية وهم ينشرون بدل الإديتر الإديتوريال بورد، تمام، بدل الستاف مال المجلة، هم راح يشتغلون شغل المجلة، وبالتالي يبدأون بنشر بحوث كثيرة، يأخذون مبالغ إضافية أوكي على نشر البحوث. هذا يسموه اختطاف. المجلات المفترسة إنه يسوون موقع ثاني، مثلا أنا أجي أصمم موقع مشابه لموقع المجلة وأستلم عن طريقه بحوث وأوهم الباحثين بأن هذا الموقع هو تابع للمجلة نفسها. هذني شلون راح نكشفهن؟ شنو الطريقة اللي راح من خلالها نكتشف المجلات المفترسة؟ طبعا احنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندنا كتب رسمية، هذا الكتاب الرسمي مثل ما تلاحظون أمامكم. إذا نشوف هنا الوزارة تأكد بالنقطة الأخيرة والثالثة اعتماد المواقع الإلكترونية اللي هو Predatory Journals، وعندنا الموقع الثاني اللي هو بيل ليست، قائمة بيل لكشف المجلات المختطفة. هذين الموقعين هي اللي أكدت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اعتمادية المجلات المختطفة. أوكي، فهاي المواقع شلون راح نجي احنا نفحص بيها المجلات؟ شنو بالضبط اللي نفحصه بالمجلة؟ أنا هسه عندي نموذج لمجلة معينة، هاي المجلة أنا إذا أريد أنا أبحث عنها بالجوجل، تمام، هاي المجلة، هاي راح أدخل على الويب سايت مالتها، هذا المجلة، تمام. هسه أنا هنا أنا مثلا ما عندي إمكانية أنه أقرأ أو أبحث عن تفاصيل المجلة، شنو اسمها؟ والله واضح هذا الاسم، أوكي. دار النشر مرات احنا ما نقدر نعرفها الا كون نقرأ او هيك شيء. نقدر ناخذ التفاصيل الكاملة للمجلة نروح على موقع سكوبوس، هذا الموقع راح اخلي لكم اياه بالوصف مع الفيديو، خاص بموقع سكوبوس، وهذا الموقع ايضا خاص بكلاريفيت ويب اوف ساينس. بسكوبوس من افتح الواجهة طبعا اروح على سورسز اللي هو هذا اللينك راح اخليه، اجي هنا عن طريق التايتل مال المجلة انسخه، اجي اسوي بيست هنا وابحث عن المجلة، راح أجد المجلة موجودة بالويب سايت هذا مال سكوبوس. أفتح المجلة راح أجد هنا عنوانها، وهنا راح أجد الببليشر. هسه هاي البيانات اللي تهمنا محاضرة هذا اليوم، البيانات الأخرى نشرحها تباعا كل محاضرة بمحاضرتها. هذا هو دار النشر، يعني الجهة المسؤولة اللي تنشر بحوث هاي المجلة من عندها. فإذا هنا ايش راح نسوي؟ راح ناخذ عندي شغلتين كن أفحصها، الاسم مع المجلة ودار النشر أيضا كن أفحصها أتأكد من عندها. فأول خطوة أخذ دار النشر، هاي دار النشر مع المجلة، تمام أخذها أروح على بل. البل أول ما الواجهة هذا أيضا راح أخليه بالوصف، هذا الموقع هنا الببليشر راح يطلع، أوكي هاي الببليشر. هنا نسوي كنترول وإف حتى نبحث بالنافذة أو من هذه الأيقونة، واكتب اسم دار النشر على اعتبار هذين دور النشر المفترسة، هذين كلهن دور النشر المفترسة في العالم حسب تصنيف هذا الموقع طبعا المعتمد من قبل الوزارة. اذا دار النشر ما بها مشكلة،
ارجع على موقع سكوبس، اخذ اسم المجله، اروح على هايجاكت جورنالز اللي هي هاي المقصوده، اوكي، وهنا راح ابحث اسم المجله. لاحظ هنا اسم المجله هذا يا موجود، اوكي، ومن افتح هاي هذا اللينك هذا الاسم راح يطلع للويب سايت مال المجله، اوكي. تلاحظون اذا هنا هذا الويب سايت اللي هو بيل ليست صنفت هاي المجله كمجله مفترسه. اذا هاي المجله بعد غير صالح للنشر، ما انشر بيها بحوثي ولا اتقرب من عندها. فقبل ما انشر بحثي يكون اتاكد من المجله انه مفترسه او غير مفترسه. هسه هذا مثال. مثلا عندي مثال ثاني، هاي مجله، هاي المجله هذا اسمها، راح اخذ الاسم مالتها ما دام انا بعدني بنفس النافذه، فاروح على موقع بل لكشف المجلات، راح اجي افحص، تمام. اذا هاي المجله ما موجوده، زين. هسه انا فحصت المجله، ارجع شو اسوي؟ افحص دار النشر، اجي على الببلشر واروح على سكوبس، خل اطلع الببلشر اسمه، انتر تايتل اسم المجله هذا يا موجود، راح يطلع لي الاسم طبعا هنا، أنا هذه اوبن اكسس، والسايت سكور مالتها 3.5، يعني مجله جيده هذه وتفهرس بحوثها وما بيها اي مشكله. هذا الببلشر، اخذ الببلشر اسوي له كوبي، اوكي. هنا اني ببلشر بالنافذه مال الببلشر مثل ما نلاحظ هنا، اني راح اسوي كنترول اف وابحث. الببلشر موجود، تلاحظون شلون المجله موجوده ضمن المستوعب اللي هو ضمن سكوبس، والمجله بسنه 2021 مفهرسه بحوثها، تمام، كلهن مفهرستها. هنا أنا بالمفترسه اروح القى المجله، القى دار النشر، تمام. دار النشر هذه مشكله، معناها هاي المجله وكل مجله تصدر من هاي دار النشر غير صالح للنشر، تمام. هاي مشكله اخرى واضحه. فاذا هاي الطرق اللي نكشف بها عن المجلات المفترسه، اللي هي اول شيء نفحص الاسم، وثاني شيء نفحص دار النشر مهما يكون. اخوتي الاعزاء، اوبن اكسس، المجله مجانيه، المجله ضمن المستوعب، سايت سكور عالي، مجله بالربع الاول، اكو مجلات كيو 1 ومفترسه، اكو مجلات كيو 2 مفترسه، هاي المجله كيو 3 ضمن الربع الثالث، او يمكن كيو 2، كيو 2 او كيو 3، بس ما متاكد. حتى نتاكد اخذ اسم المجله، اروح على موقع اس جي ار اللي هو ساينتفك جورنال ليست، اكتب اسم المجله. هذا الموقع ايضا يفيدني، اخليه ضمن المواقع الثلاثه، هذا به معلومات ايضا عن المجله، اوكي، ويبحث عن تصنيفات المجلات. لاحظ انه الاتش اندكس 33، يعني المجله كلش ادفانس، وهذا الهوم بيج مالتها وهذا الايميل مالتهم، اوكي. المجله سابقا كانت بالربع الاول كيو 1، تلاحظون ب 2017 الى حد 2020 صارت كيو 2، ولا زالت كيو 2 المجله. هسه اذا نشوف هنا كيو 2 هذا وياها، والاتش اندكس مالتها عالي، والسايت سكور طبعا. هنا استفاد من هاي التعليقات، الباحثين هنا يفيدوني هذا الويب سايت بتعليقات ممكن تفيدني او ترشدني الى اشياء جاهزه استفاد من عندها، مواقع اخرى. اذا اني ما اهتم للمجله. طبعا عندنا ويب سايت اخر اللي هو هذا Predatory Journals، هذا ما جي يشتغل، صار فترة معطل هذا الويب سايت، وما أعرف السبب وما لقيت موقع بديل له. الموجودات موقع بول تقريبا نفسهن موجودات الموقع الثاني لكشف المجلات المفترسة. تقريبا خلصت المحاضرة لهذا اليوم. الفكرة من المحاضرة أنه نفحص اسم المجلة ونفحص دار النشر في موقع بول أو موقع البريداتوري. موقع بول نفحص دار النشر أولا، وثم نفحص المجلة بالأذرز. إذا وجدت المجلة، وجدت دار النشر بهذا الويب سايت، معناها هاي المجلة هي غير صالحة لنشر البحوث، فأني أبتعد عنها وأتجنبها حتى ما أقع في مشاكل. ليش؟ لأنها لا تعتمد لأغراض الترقية مثل ما موضح بهذا الكتاب. هنا الكتاب يقول أنه البحوث ما تعتمد لأغراض الترقية العلمية قبل تاريخ معين وبعد تاريخ معين. هذا التاريخ قديم طبعا، أو هذا الكتاب قديم. لذلك أخوتي الأعزاء، إن هذه المحاضرة لهذا اليوم، جزء الأول من هاي الدورة اللي هي فحص المجلات بالمواقع اللي تكشف افتراس المجلات،
انتهت لهذا اليوم. إن شاء الله ألتقي وياكم بمحاضرة أخرى. أي سؤال أو استفسار بإمكانكم أنه كتابة بالتعليقات على الفيديو باليوتيوب، وإن شاء الله أجاوب هذه التعليقات أو الاستفسارات. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.